مكث وفد نصارى نجران في المدينة المنورة عدة أيام يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم بالحق المبين، إلا أنهم استمروا في جدالهم العقيم، فأنزل الله تعالى آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومعنى المباهلة الملاعنة، وتكون المباهلة بين اثنين أو مجموعتين، فيجتمع في صعيد واحد ويقول: لعنة الله على الظالم منا. وكانت العرب تقول: بهله الله، أي لعنه الله. فلما نزلت الآية الكريمة دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة خارج المدينة المنورة، فقال وفد نصارى نجران: أمهلنا إلى الغد. فلما كان الغد، غدا الرسول صلى الله عليه وسلم آخذا بيد الحسن والحسين، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول لهم: إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض منكم نصراني إلى يوم القيامة. فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نباهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا. فقال: فإني أنابذكم. فقالوا: لا طاقة لنا بالحرب، ولكننا نصالحك على ألا تغزونا. فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على 2000 حلة كل عام. فمن جادلك أيها الرسول في شأن المسيح عيسى عليه السلام وزعم أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام، وبينت لمن جادلك بما عندك من الأدلة والبراهين والحجج أنه عبد أنعم الله عليه فلم يبقى للجدال فائدة، فقل له ولأمثاله من الظالمين: تعالوا نحضر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، وهم أحب الناس إلينا وإليكم، ثم نجتمع جميعا في مكان واحد، ثم نتضرع إلى الله ونبتهل إليه أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين في قولهم، المصرين على عنادهم، المنحرفين عن الحق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله
الله عليه.